أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المرأة والرياضة. تختلف الرياضة بأنواعها وقوانينها، ولكنها تشترك بأهدافها ورسالتها النبيلة. في حلقتنا نستضيف بطلات قطريات سطع نجمهن في عالم الرياضة القطرية، نتعرف عليهن بعد الفاصل. زيادين ورانيا تجمعهما الرياضة ويفرقهما الاختصاص، ولمن تكون الغلبة بين كرة اليد وألعاب القوى. ماراثون بيروت الدولي نسخة جديدة بمشاركة واسعة للنواعم. في فقرة ليتس دو إت نتعرف على رياضة الكانجو جامب. احتلت المرأة القطرية مكانا رائدا في المجال الرياضي، وساهمت في تطوير وإنجاح الرياضة النسائية القطرية على المستويين المحلي والعالمي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف لاعبة كرة اليد زيادين النعيمي، وأيضا لاعبة ألعاب القوى رانيا الناجي. أهلا وسهلا فيكم معنا بحوارنا لهذا الأسبوع. أهلا حبيبتي. زيادين، بنبدأ معك. دخولك لمجال رياضة كرة اليد كيف بدأ؟ والله دخولي لكرة اليد يعني بدأ أساسا من المدارس، يعني كأي طالبة في مدرسة، اشتراكات رياضية، هواية، ما خليت شيء ما لعبته، فهاي البداية. وبس تدرجنا من مدارس، تدرجنا يعني حق نادي صيفي وبس، وابتدينا في 2000 تقريبا. اختيارك لكرة اليد جاء من شخصك نفسك أم لا كان في حد تاني شجعك أو وجهك لهذا المجال؟ لا والله من شخصي، يعني حسيت اللعبة هي اللي أنا أميل لها، جربت كل اللعبات فحسيت هاللعبة اللي أنا أميل لها، يعني ما أعرف تغير مزاجي، أستانس فيها، فيها روح، فيها أكثر من شخص، مو يعني لعبة فردية، يعني حسيت إن أنا وايد وايد يعني أتكيف في هاللعبة. صح. رانيا، بالنسبة لك أنت تخصصك في مجال الألعاب الفردية، أي منافسة تحديدا في ألعاب القوى؟ أنا ألعب لعبة طاحة المطرقة. طب كيف كان اختيارك لهذا المجال؟ طبعا تقريبا نفس الشيء، بداياتي كانت نفس بدايتها، كانت أن من رياضة لرياضة أيام المدارس زمان، أيام الابتدائي. فبس أول مرة طبعا جربت في المدرسة لعب جلة، هي نفس الشيء، هي تعتبر رمي. صح. فشوي شوي دخلت المنتخب، المدربة جربتني في أكثر من لعبة، فهي شافت أن أنا أقدر أبدع في لعبة رمي المطرقة واستمريت عليها. طب المتفرج أو اللي بيقف بعيد بيشوف أنه ممكن تكون رمي المطرقة أو طرق المطرقة ممكن تكون رياضة شوي خشنة أو شوي صعبة، كيف ممكن تردي على هذا الاستفسار؟ والله في الآخر رياضة، يعني اللي يدخل اللعبة أكيد بيشوف أنها هي شيء حلو، لأن أنا قاعدة ألعب هاللعبة فأنا أكيد يعني بستانس فيها وأشوف أنها شيء ممتع، يعني أنا بالنسبة لي أحب اللعبة، أستانس أو أرتاح يوم ألعبها. جربتي رياضات أخرى رانيا؟ تقريبا في المدارس جربت لعبت يد، بس أنا أفضل الصراحة ألعب فردية. لعبت يد؟ طب كيف كان تجربتك بكرة اليد؟ صراحة ليش ما حبيتيها أو ما كفيتي بمجال كرة اليد؟ أول شيء لأنها لعبة جماعية. أوكي. فحتى في الفوز، يعني الفوز نطلع فريق، ما نطلع يعني ما أطلع باسمي، أطلع باسم فريقي. فحلو باللعبة الفردية أن الإنسان أو اللاعب يبرز بنفسه، يبرز باسمه. زيادين شو رأيك؟ والله أنا رأيي بالعكس، أنا يعني أشوف الفوز هي يعني يمكن يعني عشان لعبة فردية شوي نوع من الأنانية تحسين، فتحسين الجماعية بالعكس، الفوز يجي من مش من شخص، يجي من 7 تقريبا، احنا لعبتنا 7، من الحارس المدرب، لأن حتى المعالج لا يعني لا أهمية معانا، فيعني اللعبة روح فريق واحد، يعني أنا يعني أختلف معها تختلف شغلة. طب نحن بنحكي عن الفوز، بالنسبة للخسارة كمان برأيك لا هي الشيء خسارة جماعية بتكون؟ خسارة جماعية، يعني ما في شخص يتحمل مباراة، الشخص اللي يعني هي اللعبة جماعية، اللي يخسر يخسر واللي يربح يربح، فإحنا عشان نربح لازم كلنا نساعد بعض ونتكاتف. شو التحديات اللي ممكن نحكي أنه واجهتيها ببدايات دخولك لكرة اليد؟ والله التحديات يعني ما في، الحمد لله احنا يعني انا بديت اهلي يعني امي وابوي راضين، يعني هم اللي يعني عطوني الدافع حق العب، وكنت يعني من طلقه يعني الحمد لله ما لقيت اي صعوبه يعني من صوب الاهل، والكل الحمد لله يعني
دشيت المجال وانا مرتاحه. ممكن كان يكون عنده راي اخر انك تدخلي مجال رياضه اخر مختلف عن كره اليد ولا لا؟ لا والله ما يا هالمجال ان انا افكر فيه، والحمد لله دخلت بالطريقه الحلوه يعني من المدرسه لين هاي تدرجت ولين الحين الحمد لله. رانيا بالنسبه لك هل حدا وقف بطريقك في وقت دخلتي كره اليد او عفوا وقت دخلتي اخترتي العاب القوى؟ لا بالعكس، حتى اهلي يعني وايد شجعوني على هاللعبه، كانوا يعني وايد يحفزون ان اروح التمرين يعني ويوفرون لي السبل انا اروح واتمرن. المجتمع كيف تقبل دخولك كلاعبه العاب القوى؟ هو نفس ما قلتي من شوي ان اللعبه شوي نفس ما يقولون تعبير دفشه او يعني حقت اولاد اكثر، بس هاي شيء حلو بالعكس. يعني انا اثبت نفسي كبنت ان في بنت تقدر تلعب هاي اللعبه عادي ما في مشاكل. طب مشاركتك بالبطولات الخارجيه هل ممكن شكل عائق او شكل لك خلينا نقول مشكله او ازمه مع المجتمع او مع الاهل؟ لا الحمد لله. طبعا البطولات الخارجيه اول شيء يصير ان انا ارفع اسم بلادي، هاي اول شيء كفوز خساره، انا رايحه امثل قطر، فزت خسرت اهم شيء ان انا اروح لابسه عنابي، هاي شيء يكفي. شو بيكون شعورك لما بتكوني بالملعب او بتكوني بالمكان يلي بتسمعي فيه النشيد الوطني؟ طبعا هاي احلى شعور اللي هو احنا الحمد لله نسمع النشيد اذا فزنا بالمركز الاول، انا او اللعيبه اللي حولي كنا نوقف حتى لو انا مو بانا اللي فزت، مثلا اللاعبه اللي معاي او اللعيبه اللي حولي، بالعكس نستانس، هاي فخر لنا. زيادين متذكره اول مره فزتي فيها؟ اول مره فزت فيها متذكره. امتى كانت؟ كانت 2001 على ما اعتقد، كان البطوله الاسلاميه في ايران. بس يعني هي يعتبر فوز، احنا فينا ثلاث فرق فاحنا ماخذين الثالث، وبس يعني هاي اول فوز لي كان يعني رسمي يعتبر، وكانت تجربه حلوه. كيف ممكن توصفي لحظه الفوز او لحظه اعلان الحكم انتهاء المباراه؟ والله شعور حلو يعني من البدايه للنهايه، حتى من يبتدي الشعور اساسا من وين؟ من المعسكر، من التجهيزات حق البطوله، من التجهيزات حق المباريات، يعني يبتدي هالشعور. فيعني لما يصير كل شيء متكاتف من البدايه للنهايه وتفوزين، هاي احلى شعور. يعني خلاص تحسين كل شيء انتهى مع الصفاره، وبالذات لو كنت المركز الاول. صحيح. خلينا نحكي عن مجال او موضوع مختلف شوي اللي هو الملابس الرياضيه او الازياء الرياضيه. هل برأيك هي مناسبة لعاداتنا وتقاليدنا؟ بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أكيد، يعني إحنا نلعب يعني تقريبا شبه متحجبات، يعني يعني نلبس مثلا إسلامي ومرتاحين الحمد لله، يعني لبسنا يكون وايد محتشم وما في أي عائق. يعني تعرفين كرة اليد فيها شد وفيها كذا يعني وفيها احتكاك كثير، بس بالعكس ملابسنا تكون وايد مناسبة ونقدر نتحرك فيها براحة يعني جدا. يعني هي بعتقد الملابس هي سبب من الأسباب يلي بتخلي المجتمع يتقبل المرأة تكون رياضية أو لاعبة بأي مجال رياضي، صح؟ بالنسبة لك رانيا كيف ممكن نحكي عن موضوع الزي الرياضي بألعاب القوى؟ طبعا الزي احنا وقت اللعب يعني تقريبا كلنا نكون لابسين نفس اللبس، او يعني كلنا تقريبا نفس اللون، فيعني زي يكون مثلا موحد، صح؟ اوكي. بس الحمد لله احنا كبنات لبس حلو واسع طويل يعني مستور. خلونا نحكي شوي عن المستقبل، شو الخطط او البطولات القادمه اللي عم تتحضروا لها هلا زيادين؟ حاليا احنا عندنا معسكر قريب، وهالمعسكر ان شاء الله يعني عندنا اعداد جيد ان شاء الله. عندنا بطوله في الخليج بتكون في الكويت ان شاء الله على شهر 2، فحين قاعدين نعد لها ان شاء الله من الحين ان شاء الله لين شهر 2، والقادم افضل ان شاء الله ناخذها يعني تكون للمره الثالثه ان شاء الله نتوج المركز الاول ان شاء الله. كل التوفيق لكم. رانيا شو عندنا بالمستقبل؟ نفس ما قالت عندنا احنا بعد بطوله الخليج قريب،
بس التحضير الأقوى اللي هو بيكون حق بطولة العالم بتكون عندنا في الدوحة 2019 اللي لازم احنا نمثل الدوحة فيها ان شاء الله بتكون شهر 9 الدوحة ان شاء الله بتستضيفها. كيف راح يكون شعورك عند مشاركتك ببطولة ألعاب القوى العالمية؟ طبعا الشعور اكيد بيكون حلو لان احنا بنكون على ارضنا، هاي احلى شعور بيكون. ف شعور المنافسة وشعور ان اللعيبة من كل مكان يتواجدون عندنا في ديرتنا هاي وايد حلو. طب هل راح يكون في مشاعر خوف خاصة عندما ربما تواجهي اسماء كبيرة ابطال عالميين؟ هو اكيد في خوف، الفوز مو مهم، اهم شيء اكتساب الخبرة من اللعيبة اللي حولي. صح اكيد. خلينا نحكي شوي عن الفوائد يلي اكتسبناها من ممارسة الرياضة كرة اليد، كيف ممكن تغير من حياتنا، تغير من شخصيتنا؟ والله تغير كثير، يعني تعطيك العزيمة، تعطيك روح المثابرة، يعني تعطيك بعد شلون، يعني احنا قلت لك احنا مجموعة، تعطيك العزيمة ما اخذ قرار مثلا اليوم ما راح اروح، لا افكر في غيري، في انا، في هاي يعني اكون عنصر فعال في اللعبة. فأكيد يعني هالشيء يعطيني ان انا اكون يعني كشخصية مثابرة، اعطي كل ما عندي في اللعبة واكون يعني على قدها ان شاء الله. رانيا بالنسبة لك؟ هو احنا في التمرين الصراحة يعني كلنا نتمرن جروب مع بعض، يعني كأن احنا اي لعبة جماعية، بس متى يكون اللعب جد؟ انه يوم تدشين بروحك، هني انت تكتسبين قوة، ثقة في نفسك، ان انت داشة، انت تلعبين بروحك، هني تحسين انه خلاص. ونحن بنحكي عن الفوائد، هون بدي كل واحدة فيكم تتوجه برسالة للتانية من خلالها تحاول تقنعها بانه تمارس الرياضة اللي هي بتحترف فيها. زيادين منبلش معك. كرسالة اقنعها فيها، صدقيني يعني اذا جيتي تلعبين كرة يد، الكرة جماعية، فيها حماس، فيها روح، يعني فيها وايد من الأمان، تعطيك روح الأمان، يعني اللعبة تغير من شخصيتك، تعطيك دافع، تعطيك إحساس وايد حلو، إن شاء الله تجربينها. حبيت إحساس الأمان، هل في إحساس بالأمان بالرياضات الفردية؟ هو أكيد في، لأن يعني هي حسب الثقة في النفس أكثر شيء، أنا لعبة فردية تعتمدين على نفسك أكثر شيء. طب كيف تقنعي الزيادين تجي لمجالك؟ أقنعها بشيء واحد، أهم شيء في المنصة تتوجين بروحك، يطلع اسمك أنت واسم بلادك بس. بالعكس لما تتوجين كمجموعة صدقين الشعور أحلى 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 من الفرد. أنا برأيي الشخصي أشوف اللعبة الفردية أحسن بوايد، لأن الألعاب الجماعية عادي ممكن حد يكون في الاحتياط ويطلع يتكرم ما سوى شيء. هي على كل الرياضات بتختلف، بيختلف اهتمامنا بأنواع الرياضات، ولكن هي واحدة الرياضة، الرسالة اللي هي الأخوة، المحبة، وأيضا مثل ما حكيتي أنه أنت عنا بيكون دافع وطني لأنه نحن نفوز ونحقق إنجازات في مجال الرياضة. شكرا كثير لكم زيادين ورانيا لتواجدكم معنا ولهذا الحوار الممتع والشيق. شكرا، بتمنى لكم التوفيق بالمستقبل القريب والبعيد ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا ابقوا معنا، فاصل ونواصل بعده حلقتنا. تتابعونا بعد الفاصل. ماراثون بيروت الدولي نسخة جديدة بمشاركة واسعة للنواعم. الرياضة والتفوق فيها ليست حكرا على الرجال، فقد نافست العديد من النساء الرجال في مجالات رياضية مختلفة، بل وحققنا السبق فيها. في لبنان تتصدر رياضة المرأة المشهد، وماراثون بيروت الدولي في نسخته الجديدة كان خير دليل على ذلك. كل سنة عن سنة عم بيزيد العدد، وخاصة هالجيل الجديد اللي طالع كتير عم يتحمس تيركض، وكنا قبل نشوف أنجا ركيدين ثلاثة، هلأ صارت كل النسوان تحب تنزل تركض تحمس أولادها. كتير اختلف، أول شيء اختلف من ناحية العدد، صار في كتير عدد سيدات لبنانية، واليوم كان في كتير أجانب يعني فعلا، وعلى صعيد النتائج كمان المستوى كتير ارتفع.
شوارع العاصمة اللبنانية بيروت امتلأت بعشرات آلاف العدائين والعداءات من جنسيات حول العالم شاركوا في فعاليات سباق ماراثون بيروت الدولية الذي نظمته جمعية بيروت ماراثون، ما شكلت فيه المشاركات وبكثافة لوحات جميلة ناعمة فيما يشبه الاستفتاء على حق المرأة من أجل ممارسة جميع أنواع الرياضة. أهمية الرياضة لأي سيدة تعطيها الثقة، الثقة تعطيها القوة وبتعطيها كمان الحافز. إذا هي مرتاحة بينها وبين حالها رح تكون مرتاحة ببيتها ومع أولادها. فالرياضة مثل اللي بحط حساب ببنك، الرياضة هي بجسمنا، هيدا الحساب دايماً منلاقيه لما نحن بحاجة لإله. نحن هذا الماراثون يعني هو إثبات وجود، أكتر شيء أول شيء إثبات وجود إنه نحن قادرين نشارك ونحن موجودين وفينا نشارك وفينا نعطي نتيجة. حتى نحن منطالب من زمان، يعني مش 30 سنة 32 سنة منطالب، الحمد لله ما في شيء يعني عم يتأملنا. في هذه النسخة من ماراثون بيروت الدولي لم تكن المرأة مشاركة فقط، إنما أيضا عززت المحترفات أرقامهن، إذ تمكنت البحرينية أونيس تشومبا من تعزيز الرقم النسائي الذي كان مسجلا باسم الإثيوبية تيغست جيرما، كدليل ثابت على أن النساء على مستوى قريب جدا من الرجال وأن كل ما يحتاجنه هو المزيد من الدعم والإضاءة الإعلامية على نشاطهن وإنجازاتهن. مشاهدينا بفقرة Let's Do It لهذا الأسبوع راح نحكي عن رياضة حديثة الوجود بقطر، هي رياضة الكانجو جامبس مع المدربة لوتشيلا. Hi Lucila, how are you? Hi, fine, thank you. How are you? Fine, thank you. Lucila, can you please tell us about the kangoo jumps? What are they? Kangoo jumps basically is just a pair of shoes, but you can rebound with the shoes. So basically you don't feel no more the impact to the ground, and is taking the shoes taking off 80% of the impact. So it's like your weight is 20% of your body weight. Lucila, can you please tell us more about the benefits we get from playing or training with the kangoo jumps? So the kangoo jumps reduce the impact with the ground about 80%. So of course it's good for people who has injury, mm-hmm. or people that is affect something on the joint. Mm-hmm. So it's for everyone from 6 years old to 90 and above. Mm-hmm. Other benefit that is the great one is the weight loss, mm-hmm. and the shaping and the firming of the body. You can see it on the arms, on the abs, it's really wow, it's super affecting. On the legs, and in all the fat in the visceral area, so it's even more important. So after 1 month to jumping with the shoes, you can see your body change. Mm-hmm. One month only? Yes. Okay. After 1 month, you can start to see it. Wow. Of course, it's a search of happiness because you are jumping. It's like when you was a kid. Mm-hmm. And it's really working for the movement of the intestine. It's really working for the production of red cells. Mm-hmm. Wow. So it's balancing all the fluids. Mm-hmm. And it's really, really working for the cellulite because basically it's like I shake you when I make you jump. Mm-hmm. So all the liquids is spread outside. So what is needed, what equipments are needed for doing the kangoo jumps? Just the shoes and long socks. Is there any specific place to practice the kangoo jumps? You can practice kangoo jumps all whatever you want. Here in Doha, you can join us in Anytime Fitness, and we are doing classes every day and in the two branches that we have, mm-hmm. in Bin Mahmud and in Mall of Qatar. For all ages, yes, of course. For all ages and mm-hmm. for men and women. Mm-hmm. There are special classes for women? Yes, we have special classes, ladies only. Mm-hmm. And instructors are? Ladies. Girls, yes. Okay. Thank you very much. You're Can welcome. You please show us how to do it? Yeah. Let's okay. go. Let's do it. I left a note on my bedpost, not to repeat yesterday's mistake.
follow, follow, follow. Can never forget you. تعرف عن رياضة المبارزة وأنواع السيوف المبارزة؟ هاي والله شو بدي أقول لك، ما عندي ولا فكرة على أي ولا شيء. سكين تقريبا المبارزة فيها السيوف. ممكن صح، يعني حاجة رماية كده. السيوف المبارزة، يعني السيف يستعملوه للمبارزة. كم نوع؟ في هلا بابا I cannot tell you that. I do not know. I have no idea. Two. Yeah. No. سيوف المبارزة يعني تعرف كيف تواجه الصعوبات، تواجه أي حاجة، فهمت؟ ويعني تعرف كيف، يعني السيوف لازم تكون عندك خبرة. بعد ما عندي علم فيها. السيوف شو اسمه هاي ال ثلاثة أسلحة في المبارزة الحديثة هي الشيش المبارزة والعربي، لكل سلاح قواعده واستراتيجياته الخاصة. سلاح الشيش هو سلاح دفع خفيف يبلغ أقصى وزن له 500 جرام. سلاح المبارزة هو سلاح التوجه مثل سلاح الشيش، ولكنه أثقل مع أقصى وزن إجمالي 775 جرام. السلاح العربي هو أحدث سلاح مستخدم مثل سلاح الشيش. الحد الأقصى للوزن القانوني من سلاح العربي هو 500 جرام. أن رياضة المبارزة أو فن النبلاء تعود في التاريخ إلى القرن 15، وهي الرياضة القتالية الوحيدة المفتوحة لكل من الرجال والنساء، إلا أنهم لا يتبارون معا. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من المرأة والرياضة، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا. يمكنكم متابعة ما فاتكم من الحلقة عبر الروابط الظاهرة أمامكم على الشاشة. انتظرونا في حلقة جديدة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.